أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. الصورة الكاريكاتورية التي أمامكم تعبر عن حال المدخنين في شهر رمضان المبارك، أقولها للأسف الشديد. ينتظر الأذان بفارغ الصبر كي يفطر على سيجارة، وأفضلهم حالا هو من يستطيع الإفطار على تمرة وشربة ماء ثم يعقبها سيجارة. سوف أسمعكم في هذا الفيديو شهادة لرجل زار مصنعا للدخان، وجد أن عمال المصنع لا يدخنون، والذي كان يدخن ترك التدخين. لماذا؟ استمع لما يقول. أنا من السنوات كنا في دورة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا في ولاية سانت لويس ميزوري. الشاهد معنا مروا بنا، كان في جولة مدة أسبوع، مرينا على مصنع روثمان. الشيء العجيب، المفارقة العجيبة التي لاحظتها، المصنع له فروع وتقريبا أكثر من 2000 عامل، كل العمال ما فيهم أحد يدخن، ولا واحد يدخن، وكررها ما في أحد يدخن، والعامل الذي توظف حديثا وهو يدخن بطل التدخين، ما أحد أجبر ولا قالوا لا تدخن. ليش؟ أنا سألت الرجل الأسمر زنجي بالإنجليزي طبعا، فقلت له كنت أدخن؟ قال كنت أدخن 3 باكتات 4 باكتات في اليوم من الطفش. طول الآن قال لي لا تدخن ما أدخن. قلت له ليش ما تدخن؟ فكلمني قال لي تعطيني $25 عشاء لي الليلة أنا وزوجتي وأطفالي وأخبرك؟ قلت له أعطي لك $100 مو 25. قال لي لا $25 it's enough، يعني تكفي. أعطاني بروشور من عنده هو، أنا وجدت جزء منه في مكافحة التدخين عندكم يا أخ محمد الرئيس. والله العظيم يا أخوان، أقولها بكل مرارة، كل الدخان اللي في العالم ترون ما يكفي، أنه يحطون سجائر يضعون عليه رجيع الحيوانات، ضفع البقر أكرمكم الله، والغنم، الخيول والحمير، ويكبون عليه مادة كيماوية حتى تعطي نفس النكهة. صلى الله السلام والعافية. قلت طيب، قال أنا ما عندي استعداد أني أخسر صحتي وأخسر فلوسي. صلى الله يعيذنا وإياكم من ذلك. الآن إحنا البلد الأول بالنسبة لعدد السكان، بلد الأول في العالم للتدخين، يموت كل ساعة واحد. التكرير البارح وصل، التكرير عندي البارح، عدد كل ساعة واحد، بينما في 24 ساعة يموت من حوادث السيارات عندنا 20، يعني المتدخنين أكثر، يعني لا كورونا ولا الإيدز ولا غيرها. وشوف الحملة القائمة الآن على كورونا، والحملة القائمة على إنفلونزا الخنازير، وكم ماتوا منا من إنفلونزا الخنازير ومن كورونا لحد الآن؟ ما في 1000، بينما سنويا يموت ما يقرب من 10,000 في الحوادث المرور، ومثلها وأكثر في التدخين. نسأل الله السلام والعافية. بعد الاستماع إلى هذا التسجيل، هل ما زلت أيها المدخن مصرا على التدخين؟ إن كنت ما زلت مصرا على التدخين بعد هذه الشهادة فأنت بدون عقل، واستمرارك في التدخين عقوبة لك، وأخشى أنه غضب من الله عليك. التدخين وباء وإدمان يجعل صاحبه فريسة سهلة للأمراض وضياع المال وارتكاب المحرمات. ورمضان المبارك فرصة للتغيير، ولن يحصل هذا التغيير ما لم تكن هناك عزيمة قوية وصادقة. ودائما أقول أن العزيمة التي جعلتك تمسك من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، اجعلها تستمر معك شهر رمضان المبارك وما بعده من الشهور، لكن بمجرد أذان المغرب تنهزم هذه العزيمة بالإفطار على سيجارة
كحال الصورة التي أمامكم. التدخين يعد من الخبائث التي تجلب الضرر لفاعلها. يقول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين صورة من صور إلقاء النفس إلى التهلكة، وقد حرم الإسلام إيذاء النفس بشيء أو بشتى الصور. قال المولى عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدخان منتج يصنع من مواد عالية السمية كما سمعتم في هذا التسجيل، ومن أهمها أيضا مادة النيكوتين، إذ لها قدرة عالية بالفتك بقوى الإنسان وكفاءة أعضائه الحيوية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. أيضا التدخين إنفاق للمال على وجه مؤذ وضار، والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المدخنون يسهمون في تلويث البيئة المحيطة بهم، ويؤذون غيرهم برائحته النتنة. وللأسف الشديد، فإن كثيرا من المدخنين يدخن ثم يدخل بعد ذلك بيوت الله فيؤذي المصلين برائحته النتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوما أو بصلا فلا يدخل المسجد أو لا يصلي مع المصلين، وهما كما هو معلوم أن الثوم والبصل من الخضروات التي يستفاد منها صحيا، ولكن بسبب رائحتهما الكريهة فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد. فكيف لمدخن يدخن مما يسبب الروائح الكريهة في فمه وفي ملابسه ثم يأتي إلى الصلاة؟ نسأل الله لهم الهداية. أيها الإخوة، أخيرا أقول: إن أعجبكم الفيديو، وهو بالطبع لن يعجب المدخنين، إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه. ألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.